ما وربوا عليه وجاء ابن مطر والخير معه. كيف حالك يا عمر؟ أكيد بتسأل نفسك ليه فتح الله أخويا باعت جبني على ملا وشي في يوم زي ده. أنا ما سألش، أنا أجب كف حتى لو مش عايز مني أي حاجة. خلقتني عاش اللي يغلبك يا عمر. الإنسانية والذوق والأخلاق يغلبوا أي حد يا حسن. قول لي اتغديت ولا لا؟ لا، هستنى لغاية المغرب واتعشى. أنا تحت أمرك يا عمر. الأمر لله يا حسن. أنا كنت عايز منك حاجتين تعملهم لي لأن أنا مش فاضي مشغول. وعبد الله أخوك عنده مشاكله مع الفلاحين في أرض حماة وشاهر أنت عارفه ما اعتمدش عليه. لا عمدة مش للدرجة دي، ده حتى ما تدافعش عنه. يعني أخباره بتوصل لي أول بأول وصابح وصابح زي ما أكون ظله. المهم مش دي المشكلة دلوقتي، أنا حابب أتصرف معاه. أنا كنت عايزك بكرة تسافر المحروسة وتفوت على خالتك وتشوف رضواني وتسأل خالتك وولاد خالتك عليها لأني مش مطمن. دي حاجة، أما الحاجة التانية فهي في نفس المشوار برضو، تفوت على بكري وتحاول تجيبه معاك بأي طريقة لأن عايزه ضروري ومش ناقد أروح له. بإذن يا سيدنا. إيه يا حناب؟ الغبر اللي كانوا بره البلد راجعين وراهم أهل البلد والحريم بيصوتوا وعاملين نار بيستنجدوا بجنابك عشان السلطة خدت ولادهم غاز. طب روح أنت، محدش يعترضني وأنا مع الصلاة. تمام جناب. شياطين غلام سايبين وازاي ترد اللي غايبين لأهلهم طايبين وهم ما بين ايدين شياطين غلام سايبين عجلك في راسك وناسك عشمانين وانت قلبك في زمان وقلوبك